فايز. مساء الفل. الفرق نهائي كاس بين ناديين متنافسين زي الاهلي والزمالك، ولو كان الاهلي او الزمالك مع فريق اخر فرق كبير جدا طبعا، لان دي بتعتبر نقطه ثقه، بمعنى ان فريق الاهلي هو معسكر سعيد، هو فريق معتاد على الفوز، الارقام دائما في صالحه، وبالتالي الفريق دائما في افضل حال، فيبحث مش بس عن الفوز باللقب، لا، لما يكون قدامه الزمالك هو يبحث كمان عن حكم ارض الملعب. الزمالك بالنسبه له الفوز اليوم هتبقى نقطه ثقه رهيبه للمعسكر، وبالتالي الفريق وقتها هيبدا يبقى عنده انطلاقه حقيقيه انه يتحول من فريق واعد، فريق الجمهور مستبشر بيه بصفقاته الجديده بمجلس ادارته الجديده، لفريق شكله عنده روح البطوله وعنده هويه البطل اللي تتزرع اليوم. ومين البطل؟ هنعرف بقى بعد الفاصل. يا خواف طب ما احنا نسال السؤال ده، مين البطل؟ لا انا هقول لابو بدر هارد لك بعد الماتش ان شاء الله.